وفي ولاية نواكشوط الشمالية يواصل المترشحون جهودهم التعبوية بهدف إقناع الناخبين بالتصويت لبرامجهم الانتخابية. وقد تعددت أساليب التعبئة لدى التشكيلات السياسية المتنافسة في مقاطعات الولاية رغم اتحادية أو اتحاد مقاصدها الدعائية. جلسات هنا وهناك ينظمها بعض مرشحي الأحزاب من أجل تعبئة الناخبين على التصويت في ولاية نواكشوط الشمالية. أجواء تشهد تنافسا أكثر فأكثر من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك كلما اقترب يوم الاقتراع. أجواء الحملة تبارك الله شايفة زينة ما شاء الله، والناس كاملة تبارك الله كلها يقدم برنامجه كل حرية كل شفافية، وزين عندنا يعني جميع المرشحين اللي مترشحين في البلد يعودوا مثلا البرامج اللي يقولوا يطبقوا على أرض الواقع. المرشحون في هذه الانتخابات بولاية نواكشوط الشمالية يعملون على تكثيف حملات التعبئة والتحسيس للمواطنين، وينتهجون أساليب دعائية مختلفة من أجل جذب أكبر عدد من المصوتين. خلنا أجواء الحملة تبارك الله ما شاء الله، وكانت ما شاء الله حملة تبارك الله زينة ما شاء الله، وزينة عندنا هذه التهدئة السياسية، وهذه اللي الحمد لله الانتخابات اللي داخلين ورك فيها الحمد لله، وراجعين من هنا تعود موصفة الأحزاب كاملة المشاركة. أشكر رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني على توفير الأمن هنا في الحملات الانتخابية السياسية، لأني ملاحظ منذ بداية انطلاق الحملة الحمد لله عناصر الدرك الوطني هنا متواجدة في الميدان على الطرق والشوارع وراء الحملات السياسية الخيام والمقرات. الأجواء العامة للحملة الانتخابية في ولاية نواكشوط الشمالية يختلف إيقاعها من مكان إلى مكان، لكنها في مجملها حسب المتابعين تشهد إقبالا، ويزيد هذا الإقبال كلما اقترب يوم الحسم. قوات الدرك ترابط في كل مكان من أجل حماية المواطنين خلال الحملة الانتخابية وحتى ما قبل ذلك. السيد المحمودي للموريتانيا، نواكشوط الشماليه.